بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثالث من دروس تعليم لغة جافا. شاهدنا في الدرس الأول كيف قمنا بكتابة ماي سلام بروجرام، هو برنامج يقوم بطباعة كلمة السلام عليكم. في الدرس الثاني شاهدنا كيف هو درس اختياري، شاهدنا كيف يتم تثبيت لغة جافا على الجهاز بحيث يتمكن المبرمج من تشغيل من كتابة وعمل كومبيليشن وتشغيل برامج جافا. في الدرس هذا راح إن شاء الله نقوم بعمل بعض الزيادات على برنامج ماي سلام بروجرام. راح نسوي ملف جديد. طيب أو راح نسوي ملف جديد، نسوي برنامج جديد شبيه برنامج ماي سلام بروجرام ولكن مع بعض الإضافات. طيب راح نقول public class، راح نسمي الكلاس هنا أهلا وسهلا. طيب لاحظ دائما تذكير ان اسم الكلاس دائما يكون نحاول انه يبدا بحرف كابيتال. خلوني اعدل الفونت بس بشكل سريع حتى يكون يعني يمكن اوضح شوي. طيب بعد كذا نقول public static void main string args ثم بعد ذلك راح نكتب نفس اللي كتبناه المرة السابقة. سكرنا قوس. هذا نفس برنامج تقريبا السلام عليكم اللي سويناه المرة اللي راحت. طيب الآن راح نضيف على البرنامج هذا إضافات حتى نتعلم أشياء جديدة في لغة جافا. أولا العبارة اللي كتبناها هذه system.out.println، هذه نسميها statement أو عبارة. راح أفتح ملف جديد واكتب فيه بعض الكلمات الإنجليزية statement أو بالعربي عبارة. زين، طيب هذه نسميها عبارة تنتهي بالسيميكولون في لغة الجافا. راح نكتب عبارة جديدة، العبارة هذه تطبع لنا السلام عليكم، تطبع لنا ثلاث نقاط ثم مسافة ثم السلام عليكم ثم مسافة ثم ثلاث نقاط. راح أكتب الآن عبارة جديدة راح كالتالي، راح نكمل السلام، نقول السلام عليكم. في العبارة الجديدة راح نقول ورحمة الله وبركاته. طيب طبعا لأننا نبغى العبارتين هذول يطبعوا مع بعض كعملية سلام واحدة، نشيل النقاط اللي موجودة هنا. هنا ما في سبيس، لاحظ هنا ما في سبيس، ما في مسافة بعد الام، على طول سكرنا. وهنا وضعنا مسافة فبحيث انها تطبع لنا العبارة. طيب الان نقول عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد كذا نحط سبيس مسافة ثم ثلاث نقاط. الان احنا نريد من البرنامج ان يطبع لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نحفظ الخطوة بعد كتابة البرنامج، دائما نحفظ البرنامج. زين، ونسمي البرنامج هذا، راح نسميه نضع مجلد جديد ونسميه example 2 او طيب example 2. بعد كذا نقول نسمي اهلا وسهلا، يجب أن يكون نفس الاسم اللي كتبته، اسم الكلاس اللي كتبته. زين، فنسميه أهلا وسهلا. طيب
طيب الآن حفظنا البرنامج، الخطوة التالية هي نسوي عملية كومبايليشن أو ترجمة للبرنامج. فنقول هنا نروح للمكان اللي فيه البرنامج، وهو example 2. ثم بعد ذلك عملية كومبايليشن تتم من خلال برنامج جافا سي، جافا سي اللي هو جافا كومبايلر، جافا سي. بعد كذا اسم البرنامج وهو اهلا وسهلا. زين طيب نسوي الكومبايليشن، ما في اي ايرورز، ما في اي مسجز، ما في اي رسائل اعطاني اياها البرنامج. الان ننتقل الى الخطوه التاليه. طيب الان ننتقل للخطوه التاليه وهي تنفيذ البرنامج. نقول جافا بعد كذا اسم الكلاس بدون دوت كلاس وبدون دوت جافا. زين نفذ. الان طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زين طيب السؤال يطرح نفسه الان، ان احنا نبغى تكون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بنفس السطر، فايش راح نسوي؟ ممكن اقتراح من الاقتراحات، يقول واحد انه راح ناخذ العبارة هذه نحطها هنا. احنا زي ما قلنا ان هذه عبارة الين السيمي كولن، هذه عبارة الى الفاصل المنقوطة، بعد كذا نحط بعدها العبارة الثانية. بالطريقة هذه بما ان حطيناهم كلهم في نفس السطر، اذا راح الجافا تطبع لنا العبارات في نفس السطر. طيب خلونا نجرب الشيء هذا. طبعا بما ان عدلنا على البرنامج لازم نحفظه، انا قمت بعملية الحفظ. الان نسوي عملية كومبايليشن، لا ننسى ابدا نسوي كومبايليشن، هذه نقطة مهمة جدا. كل عملية تعديل للبرنامج لازم تسوي كومبايليشن. طيب سوينا كومبايليشن، الآن ننفذ البرنامج جافا أهلا وسهلا. للأسف ما نجحت عملياتنا. زين إذا طيب وش اللي ناقص هنا؟ ليش؟ وش المشكلة اللي حنا واقعين فيها؟ طيب ممكن يقول واحد، يقول والله نبغى نشيل هذه، نبغى نشيل هذه زين ونحطها هنا جوا هذا. الكلام صحيح، بس السؤال انه ليش؟ طيب لو طبعنا يعني بجملتين، بما ان كل الجملتين بنفس السطر، ليش ما كان الاوتبوت بنفس السطر؟ هذه هي النقطه المهمه جدا، انه الاوتبوت يعني مخرجات البرنامج، الاوتبوت ما لها اي دخل، ما في اي علاقه بينها وبين شكل البرنامج. هنا شكل البرنامج هنا ما له اي علاقه بشكل الاوتبوت اللي راح نشوفه هنا. زين فكون الاوتبوت هنا طلع لك في سطرين ليس لان البرنامج هذا في سطرين، ولكن لان قلنا print len بمعنى اطبع ثم بعد ما تنتهي اعطنا سطر جديد. خلونا نشوف لو قلنا print بدون len، ما زال البرنامج في سطرين يطبع السلام عليكم، ما زالت statement اللي تطبع السلام عليكم في السطر الاول، والستيتمنت اللي تطبع ورحمه الله وبركاته في السطر الثاني. زين طيب الان البرنامج هذا شلنا منه بعد كلمه لين اللي لا تطبع لنا سطر بعد عمليه الطباعه. خلونا نجرب الان، نروح هنا ونشوف جافا سي، بما ان عدلناه جافا سي اهلا وسهلا جافا، ما في اي اخطاء، جافا اهلا وسهلا. لاحظنا طبعا لنا نفس السطر، اذا تمت الطباعه في نفس السطر على الرغم من ان البرنامج هنا في سطرين للطباعه. زين اذا هذا شيء مهم جدا، لا يوجد هناك علاقه بين شكل البرنامج اللي قدامك هنا وبين عمليه الطباعه اللي تتم هنا. زين طيب زي ما قلنا انه هذه ستيتمنت واحده تنتهي بالسيمي كولن او الفاصله المنقوطه، هذه ستيتمنت ثانيه تنتهي ايضا بالسيمي كولن. زين طيب نبغى نقول بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نبغى نضيف عباره ثالثه او ستيتمنت ثالثه. زين ونقول system.out.println اهلا وسهلا. زين طيب من هنا سمينا برنامج اهلا وسهلا. الان نبي نطبع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثم اهلا وسهلا. ولاحظ على الرغم من ان حطيناها في ثلاث سطور هنا، راح نشوف كيف عمليه الطباعه
إذا تمت عملية الطباعة في سطرين فقط. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سطر، وأهلا وسهلا في سطر ثاني، واضح؟ لو إننا سوينا كذا حطيناها في السطر، هل هذا راح يأثر على البرنامج؟ مع إن عندنا هنا سطرين، يعني لو واحد يشوف البرنامج يقول أوه أكيد البرنامج بيطبع لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم سطر ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا في سطر ثاني، لأنهم في نفس السطر. هذا كلام غير صحيح طبعا، زي ما قلنا قبل، تأكيد مرة ثانية، ننفذ، ما زال البرنامج يطبع لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سطر وأهلا وسهلا في سطر. طبعا لما تجي تطبع زين بين علامات التنصيص هذه اللي يسمونها دبل كوتس، بين الدبل كوتس هذه زين تستطيع كتابة أي شيء تبغاه. أول شيء خلونا نكتب الكلمات بس بالإنجليزي أساس، ما دبل كوت اللي هي هذه علامة التنصيص زين، هذه نسميها دبل كوت بالإنجليزي، وعندنا سيمي كولن اللي هي علامة التنصيص. اوكي مفصولة، هذه اللي هي الفاصلة المنقوطة. خلونا نتأكد، نعم الفاصلة المنقوطة والفارز المنقوطة. طيب نرجع البرنامج مرة ثانية. بين علامات التنصيص هذه تستطيع كتابة أي شيء تبغاه. خلونا نجرب مثلا أن نكتب باللغة العربية زين. السلام عليكم، طبعا كتبنا بس للاسف انه الايديتور اللي عندي هنا ما يسمح، ما يدعم اللغه العربيه، يمكن لو في الويندوز نوت باد راح يدعم ويظهر لك العباره بشكل صحيح. خلونا نحفظ الان مضبوط، ونكتب هنا ورحمه الله وبركاته، ورحمه الله وبركاته مضبوط. هنا نكتب اهلا، اهلا وسهلا زين. نروح ننفذ، نسوي أول شيء كومبايل، بعد كذا ننفذ، فعلا طبعنا، لكن طبعا بشكل ملخبط لأنه العربي من اليمين لليسار والحروف مشبوكة، وهذا الشيء غير مدعوم للأسف في البرامج هذه. فلذلك لاحظ أنه طلع لك السلام عليكم من اليسار لليمين، وطبعا أكيد الحروف غير مشبوكة، فتعامل معها كأنها باللغة الإنجليزية. المهم من الشيء هذا أنه أي شيء تضعه بين علامات التنصيص هنا راح يطلع لك كما هو، راح يطبع لك كما هو زين. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني انه لا علاقه، ما في اي علاقه بين شكل البرنامج اللي عندك هنا وبين اللي راح ينطبع هنا مضبوط. طيب شيء اخير، في اشياء، في بعض العلامات اللي ممكن خلونا نحذف هذه، في بعض العلامات اللي ممكن اننا نستخدمها. مثلا نستطيع ان نقول سيستم اوت برنت، بعد كذا نقول سلام عليكم زين، بعد كذا احنا نبغى بس نطبع سلام عليكم ثم نطبع اهلا وسهلا، فنقول سلام عليكم بعدين نحط سلاش ان، سلاش ان زين، سلاش هذه سلاش اللي تسمى سلاش مضبوط، اللي هي هذه سلاش ان. فسلاش ان هنا معناها اطبع سطر جديد مضبوط. نقول السلام عليكم وبعدين سلاش ان اهلا وسهلا زين. خلونا نجرب الحين، خلونا نجرب الحين ننفذ البرنامج هذا. اول شيء نسوي كومبايل، بعد كذا نطبع، فعلا طبعنا سلام عليكم ثم انطبع لنا اهلا وسهلا. طيب لاحظ انه اول شيء تركنا مسافه هنا، هذا شيء ما نرغب فيه اثناء عمليه الطباعه. ليش؟ لان حطينا مسافه بعد سلاش ان، الكمبيوتر دقيق جدا يطبع زي ما تطلب منه بالضبط، فلازم نروح نلغي المسافه هذه. زين. الشيء الثاني اللي غير مرغوب عندنا انه على طول اعطانا البرومبت هذا اللي دائما يعطينا، على طول اعطانا اياه بعد كلمه وسهلا زين، والسبب انه ما طلبنا طباعه سطر جديد بعد هذه. إذن يجب أن نطلب طباعة سطر جديد، إما أننا نضع سلاش إن طلب طباعة سطر جديد، أو أن العبارة اللي نستخدمها نكتب فيها برنتلن بمعنى أطبع سطر جديد في النهاية. خلونا نجرب الخيار هذا،
نفذ الآن فعلا طبعنا، شال المسافة وطبعنا سطر جديد، شال المسافة اللي قبل أهلا وسهلا وطبعنا سطر جديد. خلونا نجربه بطريقة أخرى. هذه الطريقة الثانية، فعلا تحققنا نفس الشيء المطلوب. شكرا على المتابعة، ننتقل إن شاء الله إلى الدرس الرابع.